بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، تحية طيبة ملؤها تواصل مشاهدينا الكرام، كل اثنين نحن نختار زاوية للحوار وللحديث، لكن مع وسم البرنامج هاشتاج برنامج أندرسكور تواصل، أنتم أقرب لضيوفي مني في هذه الحلقة، نستقبل جميل تغريداتكم وتعليقاتكم على هذا الهاشتاج، أيضا مشاهدينا الكرام يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الإلكتروني دوت دوت كيو وذلك من خلال ايقونه البث المباشر. مشاهدينا الكرام تقييم الاداء الوظيفي هذه القاعده والعمليه الاداريه التي وضعت للحكم على هذا الموظف هل له الاهليه يحتاج الى تحديث لا يحتاج يحتاج الى تطوير او لا بالاضافه الى مجموعه من الاسئله تقف امام هذه العتبات التي نتحدث عنها في هذه الحلقه هل مخرجات الجامعات والكليات هي متناسقه مع سوق العمل ايضا مشاهدينا ماذا؟ عن استعدادات الموظف للخوض في هذه المرحلة وأيضا على ماذا ينبني التقييم الوظيفي الشهادات أم الابتكار والإبداع أيضا هل هناك تدخلات في التقييم الوظيفي وهل هناك مراقبة عليها أو لا كل هذه المحاور مشاهدينا الكرام يتم طرحها على ضيوفكم وضيوفي في الاستوديو اسمحوا لي ان ارحب بالدكتور ابراهيم الصالح نعيمي رئيس كليه المجتمع في قطر حياك الله ومساك الله بالخير. اهلا نور السرور يا مرحبا. وارحب مشاهدينا الكرام بالمهندس احمد بن ابراهيم المهندي اعلامي ومدرب معتمد في التربيه الاعلاميه حياك الله ومساك الله بالخير. اهلا فيك اهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام نطرح دائما بين الفينه والاخرى عن قضيه مخرجات الجامعات والكليات والمعاهد بالاضافه الى احتياجات سوق العمل. دكتور كونك رئيس الكليه هذا يعني سؤال موجه لك تحديدا. هل فعلا اليوم الكليه او مخرجات الكليه أو مخرجات الجامعه تتناسب فعليا مع سوق العمل؟ آه طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ويسعدني التواجد معكم في هذه الامسيه ان شاء الله يعني نستفيد من بعضنا البعض في هذا النقاش ان شاء الله المفيد آه طبعا الجامعات والكليات نشات يعني تاريخيا لخدمه سوق العمل يعني انها تقدم تقدم المواطن الصالح المنتج الذي يعني يكون لا بناء في 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 في, في صرح هذا الوطن أو في هذا فالجامعات لها دور مزدوج خلينا نقول دورها أنها تنتج مخرجات تكون قادرة على أنها تفكر تفكير صحيح تعمل ضمن مجموعة تقدر تحلل المشكلة. و او مثلا اذا امامها قضيه قضيه مشكله امر معين تحلله وتوجد الحله تعمل ضمن التفكير العلمي السليم كل هذه الخطوات وكل هذه التكوينات هذه الشخصيه تسقلها الجامعات والكليات لكن هل الكليات والجامعات هذا الدور واحد الدور الثاني ان الجامعات والكليات نعم يمكن هي من خلال برامج محدده تقوم بعمليه تقوم السلطة. بعمليه اعداد المواطن ليعمل في مكان معين على سبيل المثال مهنه الطب الطب نحن نخرج اطباء يمكنهم العمل في مجال الطب العام ثم يتخصص في مجالات المتخصصه المهندس نفس الشيء، المدرس فهذه مهن ممكن ان احنا المؤسسات والجامعات، مؤسسات التعليم العالي والجامعات والكليات تخدم في هذا المجال وتخرج هذه المخرجات لكن في في مجال اخر مثلا مخرجات خلينا نقول في الاداره العامه او في اداره او الماركتنج او التسويق يقدر الخريج ياخذ ال 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 <applause> خلينا نقول خلينا نقول روح التخصص ولكن قد يخدم في مجالات ابو طيب. ابراهيم انت انت ما شاء الله عليك يعني استطعت ان تسير في المسارين، المسار مه. الاكاديمي في عمليه التدريس والتدريب وهذه الاعلام، بالاضافه الى احتكاك في سوق العمل، سوق العمل قضيه ككاتب في صحيفه متداخل مع المجتمع من خلال بث الروح الموجوده في هذه الوزارات والمؤسسات الحكوميه، هل فعلا اليوم الموظف الذي يتخ... الطالب الذي يتخرج من جامعه او كليه محليه هو فعلا متناسق مع هذه الوظيفه؟ آه انا اول شيء انا يعجبني هذه التنهد أنا بدايه بدايه, <applause> بداية لك كلام قد لا يعجب يعني <applause> البعض لا هو طبعا شكرا لكم على هذه الاستضافه الجميله في تلفزيون قطر. احنا صراحه للاسف في وقتنا الحاضر وفي مجتمعنا في قطر نلاحظ بان الخريج من الجامعه ليس دائما يتوافق مع متطلبات سوق العمل. الاسباب الاتيه. اول شيء اللي يتخرج من الجامعه الجامعه اساسا ايش تعمل في الخريج؟ تعطيه فكره شلون يقدر هو يحل المشكلات، شلون يقدر يتاقلم مع العمل، لكن هناك تخصصات وناس تعمل في تخصصات غير التخصص اللي تخرجوا منه في الجامعه، وهي موجود في قطر كثير. وللاسف احيانا يعني بالواسطه يشتغلون شغلات غير عن هي المفروض يعملون فيها، وما زال عندنا ناس يعني للاسف ما يستطيعون العمل في قطر الا بالواسطه، وهذا صراحه يعني بلاء ابتلينا فيه، على الرغم انه في كفاءات لا تعمل الان حاليا في قطر لا تعمل. طيب السؤال موجه، اين تكمن المشكله؟ هل المشكله في المواد المعطيه للطالب او ان الطالب لم يهيئ فعليا لروح العمل؟ هو يعني في جانب على الجامعه وجانب على الطالب نفسه. الجامعه يعني كثير من الخريجين للاسف نلاقيه متخرج من الجامعه لكن لما تتكلم معاه او لما تطلب منه يعمل لك عمل تقول والله يمكن متخرج من الثانويه احسن منه. اذا في جانب يقع على الجامعه وكذلك هناك الطالب نفسه ما يهيئ نفسه حسب المعطيات الحديثه لسوق العمل يعني ما عنده مثلا لغه انجليزيه متمكن منها ما عنده مثلا ما ياخذ دورات تخصصيه للتخصص اللي درسه فسوق العمل الان يحتاج الطالب الجاهز طيب دكتور يعني ليست هناك برامج معده لكل مسار تخصصي يعني يقول كل مسار تخصصي ليست في ماده اللي هي عمليه العمل الميداني في نفس التخصص هذا مثلا قضيه المحاسبه انه يشارك في مؤسسه من المؤسسات او جهه من الجهات في عمليه المحاسبه حتى يهيئ طبعا، في مثل ما ذكرت لك بالنسبة للمهن، نعم، إحنا يجب أن نفرق بين الوظيفة والمهنة، يعني هناك المهن يعني مثل ما ذكرت، الطب، الهندسة، التعليم، التمريض، المحاسب مثل ما تفضلت، هذه تخصصات أو مهن يمكن يجب, 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 يجب أن يتدرب فيها الخريج قبل أن يتخرج التخصصات الباقية التخصص الباقية تخصصات عامة يعني مثلا يعني مثلا اهتم يعني بجوانب الانسانيات، العلو العلوم الانسانية، التربية، لا التربية قد تكون يعني في تخصص لكن الـ الـ الانسانيات، العلوم الاجتماعية، العلوم ككل يعني هذه يجب انه هو يعني يعني الخريج ممكن يعمل في اعمال كثيرة، يمكن يشتغل باحث، ممكن يشتغل موظف يمكن يشتغل فني يمكن يشتغل مدرس فهذه المجالات يعني عندما يبدا يختار الوظيفه او عليه انه هو يتدرب، هنا ياتي الدور الاخر للجامعه اللي هي خدمه المجتمع، اللي هي العمليات التدريب والتطوير المستمر اللي هو التعليم مدى الحياه مثل ما نقول يعني اللي ان المؤسسه التعليميه ليست مؤسسه فقط تقدم التعليم الاربع سنوات وخلاص وانتهت مهمتها مهمتها حتى تستمر طيب. بالتدريب والتطوير. طيب دكتور هناك احيانا بعض بعض الاسئله تطرح ان يكون الطالب متخرج درجاته عاليه جدا ربما احيانا يجب المعادله بالكامل اداء المرحله الجامعيه ممتاز جدا لكن في وقت العمل سيء جدا لا يملك معلومه لا يملك مهاره مع ذلك يسال هذا كيف درجاته عاليه؟ هذا هو السؤال يطرح احيانا. يجد بعض درجاتهم عاليه لكن مشكله وقت التطبيق لا يعني انا قد هل قد هل قد كل قاعده جانب كل قاعده يعني قد قد تحصل بعض هذه الامور يعني لكن لكن الطالب المتميز اللي مرحله الابتدائي والاعدادي والثانوي والجامعه متميز بدون شك سيكون متميز في عمله اذا وضع في المكان الصحيح واعطي التدريب الصحيح اتوقع انه ينتج يعني لا يمكن لا يمكن ان ما المسؤوليه الدكتور التدريب الصحيح المؤسسه اللي, اللي انت لها المؤسسه التعليميه او لا في يعني هو الان في المؤسسه هذه، هل انا اشترط عليه؟ بعض يعني مثلا بعض الجهات وحتى اوجه حق ابراهيم يفيدنا في الموضوع هذا، بعض الجهات تطلب مثلا شهاده جامعيه بالاضافه الى خمس سنوات خبره، طيب الطالب الحديث من يقبله؟ هو للاسف الطالب الحديث المتخرج حديثا وبعض الان سوق العمل يقول لك اقل من جيد ما اقبلك، وين يروح الطالب اللي متخرج مثلا بمقبول؟ مثلا يعني بعضهم حتى يزيد من جيد يطلب جيد جدا في سوق العمل. اللي ما عنده تاهيل وتدريب مناسب من الجامعه وين يروح؟ ومتى يتدرب؟ اصلا الان يعني كلنا خريجين جامعات الحمد لله ومتدربين ولكن التدريب اللي في الجامعه لا يعتمد فيه كثيرا في سوق العمل بصراحه. سوق العمل يتطلب تدريب خاص بغض النظر عن التدريب اللي كان مختلف منظم. تماما عن ما يعطى في الجامعه؟ سوق العمل يتطلب تدريب يختلف عن ما يعطى في الجامعه، الجامعه تعطيك تدريب حتى انك تعدل البروجكت تعدل الدرجات اللي انت مفروض انك تتخرج فيها، ولكن في سوق العمل حاليا يتطلب انك تكون عندك ادرايه ومهنه اداريه ومهنيه في عملك، فهذا الشيء هي اللي يلاقون فيها صعوبه في الخريجين. الموظف او الطالب الجاهز هو اللي يقبل قبل الخريج العادي بالاضافه الى المعايير اللي أنا تحطها بعض الجامعات طيب دكتور الا ترى اليوم ان عمليه عمل بعض المؤسسات <تصفح> خليني انا اقول هي اكثر صراحه بعض الجهات تجين لمجموعه من الطلاب وتاخذهم كان سبونسر متراعي انت تدرس مثلا في هذه المرحلة أربع سنوات بعدها تتوظف عندي مباشره ألا ترى أن هذه النقطة أيضا مشكلة أنها هي تستقبل طالب غير مؤهل أصلاً؟ ثم بعد ذلك ربما يعمل فترة بسيطة ست أشهر بعدين يقول له لا خلاص ما ما نستطيع أن تكمل معنا يعني طبعا أكيد الشركات هذه الآن استفادت من هذه التجربة يعني هذه ترى قضية السبونسر <applause> صار لها فترة في قطر وبالتالي أكيد المؤسسات استفادت من الخبرات السابقة وطورت نفسها السابق بعدنا احنا انا اشوف احنا نتعامل مع مع السبونسر الشركات ان ما مثلا ما ياخذون طلاب مباشره من السنه الاولى على ياخذونهم بعد سنتين من الدراسه يشوفون الجي بي اي ايش اسمه عطائهم في في في, في, في الكليه لما يتخرج يشرطون عليه انه يكون عنده معدل معين لكن لكن يعني احنا يعني الانسان بطبيعته اول شيء مثل ما ذكر اخوي احمد يعني ان ان, ان العمليه الان في تطوير مستمر في كل حاجه في 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 سوق العمل الوظيفه اللي احنا نشتغلها من اربع سنوات اختلفت الان و... فعلينا ان احنا نطور هذا الانسان علينا يعني المؤسسات يجب ان لا تتوقف ولا تعتمد ان هذا الموظف بيطور نفسه بنفسه صح مم. قد يطور نفسه ب... لمستوى معين ولكن في قدرات اخرى يجب ان المؤسسه تسا... تساعد في... في 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 تطوير هذا الانسان وبدون و... تطوير المستمر ومن بيقوم بعمليات التدريب والتطوير الا المؤسسات التعليميه يعني تتعاون هذه المؤسسات اللي, اللي توظفها الاهالي الخريجين مره اخرى مع مع الجامعات ومع الكليات وبالتالي تستمر العمليه في التطوير يعني الكل مثل ما يقولون وين وين يعني الكل ربحان المؤسسه ربحانه المتدرب ربحان, ربحان فبالتالي علينا نحن نستثمر في هذه العمليه انا اضع اللوم صراحه على يعني الجامعات اللي عندنا يعني بالذات يعني انا اشكر الدكتور ابراهيم لانه فعلا كليه المجتمع فتحت مجال خاصه للقطريين يعني عشان عشان موجود دكتور لا, لا 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 لا, لا, بصراحه انا دائما من زمان انا ايد كليه م. المجتمع واتمنى يعني لها دائما لان صراحه انقذت جامعه قطر يعني كثير م. لان الان التخصصات البسيطه او مثلا الطلاب ذوي المجاميع البسيطه جميل. او الخفيفه يروحون في كليه المجتمع الان ليش م. جامعه قطر تضع المعدلات العاليه وتضع الاي ال اس والتوفل وما الى اخره ليش م. بما ان الجامعات في امريكا اخي ما تضع هذه الامور عندك ايلس حتى خمسه جامعة قطر تطلب اكثر <applause> من خمسه زين ليش يا اخي خلي الطلاب يدخلون ويتخرجون من الجامعه حتى ولو كان هذا يتعارض مع سوق العمل انت لما يكون عندك طالب او خريج مثقف بعدين فكر شنو يشتغل طيب ابراهيم انا ودي اطرح لك سؤال لانك انت ذكرتها ضمن كلامي قبل قليل ذكرت ان هناك مشكلة أن أغلب الذين يعملون في الميدان الوظيفي هم غير تخصصات يعني, يعني, يعني يجيك مثلا تخصص فلاني يعمل في نعم. الوظيفه الفلانيه هل هذه مشكله تربيه يشتغل في مكان ثاني وتخصص علوم يشتغل في في, 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 اداري اشياء كثيره موجوده في البلد طيب هو يقول لك في دراسه ان 80% من الاشخاص يعملون في غير تخصصاتهم هل ترى انها مشكله يعني هي ارى انها هي مشكله طبعا ضع الشخص المناسب في المكان المناسب هذه اول تكون حاجه تكون عنده مهاره يستطيع انه هو دخل هذا معلش. التخصص لكن بدا عند له عنده مهاره أوكي. الوظيفه لا تناسبه مثلا بعد ما حصل شهاده البكالوريوس عنده مهاره اوكي ما عندي مانع اللي, اللي عنده مهاره وبيبدع في مهارته بيبدع في عمل المتخصص فيه اساسا <applause> نعم هذا انا لو ما... سمحت لي اخوي عبد الله انا اقول ان هنا ياتي الارشاد والتوجيه في, 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 في المراحل الاولى من دراسه الطالب يعني لا لا يجوز يعني لا لا يعقل ان الطالب يعني يمضي اربع سنوات من دراسته في الجامعه في تخصص ثم يكتشف بعد ما يتخرج انه والله التخصص ما يناسبني، يعني هناك في خلل وكان في خلل مم. في العمليه هذه يا اما الارشاد والتوجيه ما كان موفق في بدايه دراسته مم. يعني لم يم يعطى التوجيه المناسب لاختيار التخصص المناسب مم. او انه يعني تاثير الصحبه تاثير يعني اخرين اللي خلوه يتجه للاتجاه احنا نخسر في هذا الشكل مم. يعني يعني احنا 80% فعلا 80% 80% يعني دراسه لا لا عامه عامه عامة يقولون 80% من أصحاب التخصص يعملون في غير وظائفهم في دكتور تغريدة أنا ودي يعني تكون معك مباشرة على الهواء إسماعيل دلل يقول دفعتي الهندسة المدنية تقريبا ستخرج هذا الفصل أربعين مهندس يعني تخرج أربعين مهندس والبلد محتاجة هذا التخصص ولكن لا توجد ثقة بالكوادر العربية لماذا؟ هل عندنا مشكلة بعدم الثقة؟ لا صحيح بالعكس احنا احنا يعني نفتخر بمخرجات الجا.. جا.. جامعه قطر يعني مهندسين اللي في جامعه قطر والجا.. وال وال عندنا فعلا ثقه في بس, بس, بس المهندسين في قطر هم يعني جو المهندسين مبتدئين يعني نص ونص والله لا والله انا يعني يعني هذا هذا السؤال اللي قد يطرح احيانا انا قد تكون دكتور يعني هذا السؤال اللي قد يطرح احيانا يعني نحن نتكلم عن جامعه قطر وعن جامعه حمد بن خليفه وعن كليه المجتمع ونثني عليها وكذا ثم بعد ذلك لما يخرجون كالجامعات قضيه تكون عندنا في ماساه نرجع السؤال يعني هل فعلا موجود عدم ثقه؟ يعني عد شوف عدم الثقه يعني ما اظن موجوده لان احنا يعني الشركات والمؤسسات الصناعيه تتهافت على مخرجات جامعه قطر او مخرجات المهندسين في من كل مكان جامعه يعني دوله قطر تحتاج الاف المهندسين اذا تكلمنا عن الهندسه ما ارد على الاخ دلول تفضل اللي تكلم قبل يعني قليل يعني المخرجات قطر دوله قطر من, من من حاجه دوله قطر من المهندسين اضعاف اضعاف مخرجات جامعه قطر والجامعات اللي من خارج وهناك برامج توضع من قبل الشركات شركة قطر للبترول وشركات النفط والغاز والمتروكميات في قطر عندهم سيستم نظام متكامل لتدريب هؤلاء الخريجين وبالتالي انا انا اجد ان احنا الحمد لله ما في في ثقه مهندسين الان هم مسؤولين في الشركات مدراء الشركات يعني الثقه موجوده ان شاء الله انا شو انا طيب فل... عندنا أبو أبو انا بس قبل لا تنسى آه. بس النقطه هذه انه يعني في عقده هي في عقده احنا عندنا عقدة اللي جاي من برا احسن من الموجود موجودة؟ اي موجودة العقدة هنا دائما يفضل الشخص اللي يجي من برا ما هو السبب؟ ما ادري يعني عقدة موجودة في البلد ونتمنى حد يجي بيمسحها لنا بمحايا او شيء يعني نفتك منها <applause> طيب يعني شخص م... يجي وقد يكون مشكوك في شهادته لا مع ذلك يتوظف القطر يذبح نفسه ويعادل شهادته ما وما ادري ايش موجود يعني ها؟ في, كل الاماكن لانه دائما يختار بالشخص الاخر يعني لاحظ معلش ليش هذه العقده يا اخي هذا خريج وكفى اعطى فرصه لكن اللي يجي من برا أحسن لا والله. وهذا أحسن. هو السؤال الموجه أبو ابراهيم يعني الآن يقول لك أختنا مريم عماي تقول: لا بد من متابعة الخريجين من خلال تدريبهم وتأهيلهم ومساعدتهم في البحث عن فرص عمل وربطهم مع المؤسسات المعينة. هل الخليج. نحن الان في يعني دعني اخذ صوت كما يقال صوت المواطن صوت المؤسسات ها؟ اسمح لي دكتور هذا السؤال تحديدا هل فعلا هناك ربط ما بين الجهات وما بين الجهات الاخرى قضيه المؤسسات التعليميه وايضا الجهات الحكوميه الاخرى؟ الربط ضعيف شويه فتحتاج تقويه وتحتاج ان يعني الجامعات تعمل حسب سوق العمل بشكل الصحيح ودائما سوق العمل يطلب اكثر من من المتوقع ولكن الجامعات تعطي اقل من المطلوب، سواء مخرجات تعليميه صحيحه او كفاءات ومهارات. مشاهدينا الكرام ما زلنا معكم مع مخرجات التعليم وتناسبها مع سوق العمل وايضا مع التقييم الوظيفي، لكن ندخل في باب التقييم الوظيفي بعد الفاصل، كونوا معنا. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى مع هذه الحلقه دعونا ناخذ هذا التقرير الذي يتحدث ماذا بعد الدراسه نشاهد مجرد أن تطأ قدم الطالب أو الطالبة مدرج الجامعة لتحصيل ما يريده من العلوم، حتى يطرح أمامه سؤال محير، لكنه بديهي: ماذا بعد الدراسة؟ في كثير من الأحيان لن تكون الإجابة في طي الكتب والمعارف التي يتلقاها الطالب، فما هو مسطر من برامج أكاديمية عادة ما يكون مختلفا مع ما يفرضه سوق العمل. وإن لم يجد الطالب مراده خلال سنين الدراسة الأولى فلن يتأقلم بالقدر الكافي مع ما يعرضه سوق العمل وسيكون في أحسن تقدير الموظف المناسب في المكان غير المناسب. يفترض أن تجيب برامج التوظيف والملتقيات المتخصصة عن هذا السؤال ويفترض أن تقوم الجامعة بالتوجيه السليم للطالب منذ البداية لكن كثيراً ما لا يتحقق ذلك أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد هذا التقرير أخذنا دكتور وحقيقة كثير ما نرى في سواء كان في الكليات كلية المجتمع أو حتى في الجامعات في قطر وفي خارجها هذه المعارضة التي تعرض التي تستقطب فيها المهارات الموجودة مهارات الطلاب لكن هل فعلا المعارض الموجوده حاليا هي تتحدث عن سوق العمل الفعلي؟ او عباره عن مجموعه من البالونات يجعل الانسان يتعلق فيها ثم بعد ذلك يطير يجد لما ينزل في سوق العمل يجد الامر مختلف تماما. يعني صحيح يعني مزل يعني لا تنسى ان هذه يعني ما زلنا في بدايه الطريق يعني يعني ما وصلنا الى الى المواقع اللي احنا متمكنين فيها من قضيه التواصل ما بين المؤسسات و... او جهات سوق السوق العمل العمل الشركات او اللي اللي في سوق العمل والطلاب والجامعات ما زالت العلاقه يعني الان في طور البناء ما ما قدر اقدر اقدر مكتمله ولكن واضح ان من من يعني من المعارض اللي احنا نسويها اللي هي الايام المهنيه او شو اسمه نجد ان في تواصل كبير مؤسسات حريصه ان هي تستقطب هؤلاء الشباب وخصوصا من 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 ابناء القطريين والقطريات ووجدنا ان احنا يعني من خلال تجربتنا في كليه المجتمع كثير من طلابنا وطالباتنا من خلال يعني قبل المعارض كانوا طلاب عاديين يعني ما كانت عندهم فرصه انهم يلتحقون باي وظيفه الان نعمل احنا يعني اسبوعيا وشهريا وسنويا معارض والحمد لله عدد كبير منهم توظف ولقى وظيفة ولقى سبونسرشيب وبالتالي هناك دعم وشعور بأنه في نوع من الاطمئنان في شعور منه أنه هو الآن عرف التخصص اللي يحتاج عرف الجهة اللي بي بي بينتسب لها هذا شيء طيب يعني, يعني لو قلنا لو نجحنا 30 إلى يعني 40% هذا نجاح يعني انا اقول النجاح، يعني نعمل نوصل لل 70 و 80%، ولكن في المرحله الاولى في المراحل اللي احنا فيها، انا اشوف نحقق النجاحات، وما زال الطريق الطريق امامنا طويل، على المؤسسات انها تجتهد، على مؤسسات تعليمنا تجتهد، والشركات وال... والاماكن التوظيف عليهم ان يبذلون مجهود اكبر، احنا نروح لهم نستقطبهم، يوم يسوون المعرض، 30 شركه تستجيب، في يوم المعرض 25 شركه، خمس ست شركات ما تحضر. او يعني في في, في 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 تراخي في بعض المؤسسات يعني كمان الدوله عليها انها تضغط على على هذه المؤسسه ان عليكم يجب عليكم اهتمام بال 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 بالشباب والتخطير يجب ان يكون يكون يعني شيء واقعي ملموس وليس وليست شعارات مثل ما تفضلت شيء نقول بالون ويطير في الهواء فهذه قضية مهمة يجب أن أنا أشوف أبو إبراهيم أنا أقول هي يعني أقرب إلى البالونات التي فرقع في الهواء لان المعارض واكبر معرض كان موجود هو معرض قطر المهني زين الان معرض قطر المهني توقف بعد ما حقق فشل ذريع هو هو يعني اعرف انه كان عمليه تطوير يعني تطوير الماضية مسمى وحق. من المسميات تطوير ولكنه هو فشل يعني في النهايه السبب المعارض جيده في تعريف الطالب بالعمل ولكنها غير جيده في امكانيه توظيفه المعارض مفيده مثل ما قال الدكتور فانه هو يعرف نوع التخصص اللي بيدخله، يعني كان حاجة كانت اخر سنه ان هي الشركه المتقدمه او الجهه المتقدمه هي تقوم بعمليه تقديم تقديم الفرص وبالاضافه تقديم الوظائف وترفع تقرير المعرض المهني حق. كم مؤسسه قامت بتوظيف العدد الفلاني هكذا في اخر في اخر العام اللي أنا نعم أعرف. صح المعرض المهني تدرج بدايه خطوات بسيطه بسيطه لحد ما ارتقى الى احسن نقطه الى احسن أوه. معرض كان المعرض الاخير كان احسن معرض ولكن بعد لم يحقق النجاح طيب. المطلوب المأهول خليني انا اسالك انا ادخل في, في العمق فعلا بعد دخول الموظف اليوم في سوق العمل تخرج الطالب ودخل في سوق العمل وبدا يعمل وكذا ثم تاتي السنه الاولى تاتي عمليه التقييم ويبدا الناس في حصبيص وكلام وهذا و... فلان أُعطي ممتاز وفلان أُعطي جيد وكذا. السؤال اللي طرحه الدكتور عيسى وأنا اسمح لي أن أخرجه على الهواء، فعلا لأنه هو سؤال مناسب جدا، يقول هل يقول كثير دقيقة يقول كثير من المدراء يضع تقييم الأداء ليتجنب أي مشكلة مع الموظف، وليس تقييما من موظف، ولذلك أصبح الامتياز حق الموظف سواء أُنجز أم لا. هل هذا فعلا موجود عندنا؟ أنا 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 في رأيي التقييم حاليا الموضوع في دولة قطر عن الموظفين تقييم غير صحيح و تماما غير صحيح أنا أنا أعتقد أنه مم. يجب أن يزال يلغى التقييم هذا النهائي إلا أن أنت تعطي امتياز أو جيد جدا أغلب ما يعطون امتياز أو جيد بناء على علاقات شخصية بين بين المسؤول بس هو يقول لك لا تعطي امتياز إلا حق ثلاثة لا تقريبا آه نظام الكيرف آه الغو نظام الكيرف أيه. الغوه الحين الحين حقك تعطي امتياز حق الكل أو تعطي جيد جدا حق الكل للاسف الان انت موظف عمل طوال السنه زين ليش انا اقيمك يا اخي وتقييم قد يقلل من من قيمه من راتبك خلاص يا اخي التقييم اخليه معنوي ولكن لا يرتبط بالراتب اخلي انا اقول والله عبد الله يستحق ممتاز خلاص ممتاز الدكتور يستحق جيد جدا اعطيه جيد جدا ولكن لا اقلل من الراتب الاثنين هذه علاوه سنويه لازم تكون متساويه للجميع انا ضد التقييم الحالي ولكن مع تعديله بانه ما يتدخل بالراتب اوكي دكتور انا ممكن اقول اضيف يعني ان التقييم اللي احنا اللي نسويه متفق مع اخوي احمد انه مش صحيح لكن كيف نقيم؟ يعني احنا يعني تعلمنا في, الـ في, الـ في, الاكاديميه ان احنا نحط الخطه ونقول حق الشخص مثلا لما نوظفه احنا نطلب منك من نهايه السنه تنجز الامور هذه واذا زدت عليها اشياء واضحه ايوه تحدد تحدد للمهام اللي يجب ان ينجزها خلال هذا العام وناتي اخر السنه او حتى ممكن بي بي في فترات يعني كل ثلاث شهور او كل ست شهور نقعد مع بعض ونشوف ماذا حققنا وليش ما حققنا وشنو العقبات وشنو الصعوبات اللي واجهها ايش دور المؤسسه في تذليل الصعوبات، ايش دور الشخص في تذليل الصعوبات، لما نجي اخر السنه نشوف انه حقق 100% او 90% ياخذ امتياز، حقق 80 او اقل ياخذ جيد، ياخذ وهو وهو راضي عن عملي يعني أحسس انه هو اما احنا العمليه مثل ما تفضلت كلكم كل هناكم ان احنا يعني فيه احراجات كثيره يعني انا <applause> نفسي انا أقيم... يعني انت ت... يعني الواحد يحرج احراج, إحراج. والله احراج وبعدين اللي تع... تع... تعطي جيد جدا يخاصمك يمكن ست شهور ما يكلمك ومرتبطه بالراتب يقول راتب و... لا الألوة. انا ما... انا ما اتكلم عن الراتب اتكلم عن العلاقه بينك وبين الانسان يقول لك انا والله ولحت... انا يعني بتقييمي طيب انا اسوي هذا بحاجه الى ثقافه أيوة. ثقافه يا اخي انا لما اقيم انا لا اقيم ذاتك انا لو يقيم انت كانسان انا اقيم كعمل انا انا لما طلبت تقييم قلت حق الاخوان كل واحد يقيم نفسه اللي اشتغلوا معي وتعالوا خلينا نتناقش إذا إذا, اذا 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 وبعضهم قيم نفسه وانا أعطيتها اكثر وبعضهم في بعض في بعض يعني الاوقات وبعض يعني وبعضهم قيم ذاتي يعني نفسه يعني اقل صدقا شوي اي يعني على اساس ان احنا نكون نعرف ايش لان يعني يعني هذا يجب ان نستفيد اقصى استفاده من نظام التقييم الحالي لكن نظام التقييم الحالي يحتاج إعادة نظر نعم صح. يحتاج إعادة نظر لأن ويو ويو على الشخصية ويو ويوضع ضمن تكون في خطط وموضوعة وبرامج واضحة وبناء على قيمة وهي قيمة نفسه بيعرف في آخر السنة لو أنجز ولا ما أنجز المهمة أما بهذه الحال طيب الحالة طيب بعض أحيانا ما الذي يحصل في التقييم؟ أحيانا بعض الموظفين ينجزون يعني إنجاز بسيط يعني على حسب عمله ثم بعد ذلك ربما مع سنوات الخبرة الموجودة عشر سنوات أو شيء فجأة هو وصل للدرجة التي وصل فيها الرجل الآخر اللي ربما سافر وتغرب وليدرس ثم يرجع مرة ثانية فإذا هو متسوين في الدرجة فيسأل السؤال اللي دائما يطرح طيب أنا ليش سافرت أنا ليش تغربت أنا ليش درست ليش درست ما دام أن سنوات الخبرة ستوصلني إلى نفس المكان الذي وصل فيه السابق نعم صح هذا يعني فعلا بعض الأسئلة اللي تطرح يعني متى سيتم التغيير في نظرك أنا يجب أن هذا أول شيء يعني أن تظلم شخص بتخليه قيمه شخص عادي واكثرهم ياخذون اعتبارات شخصيه وما يكون عليهم رقابه <applause> يعني المسؤول الاعلى ما يراقب ليش انت عملت كذا ولا عملت كذا فتكون الامور كلها داخله الى صداقات واعتبارات شخصيه وامور يعني الموظف لا يفقه فيها ولا مثقف اصلا يعني مثلا على سبيل المثال موظفه غابت اجازه مرضيه شهر لقيت تقييمها جيد ليش قالت والله قالت لها المسؤوله عليها انت شو اسمه غايبه اجازه مرضيه شو اسوي امنع نفسي من المرض انا يعني التقييم يحتاج ثقافه يحتاج فهم يحتاج اسلوب وشروط معينه واهم حاجه انا في رايي لا يرتبط بالراتب طيب على بماذا يرتبط هل يرتبط اليوم يقول لك هل يرتبط هو التقييم الوظيفي هل يرتبط بالشهاده التي تحصل عليها هل يرتبط بالابداع الابتكار بماذا هو. انت اول شيء احنا كنا سنين طويله عايشين ونشتغل وما يتاثر راتبنا العلاوه السنويه تجيك كل سنه مثلك مثل اي موظف اخر ولكن هناك موظف يسمى ممتاز وهناك موظف جيد جدا وهناك موظف اقل منه هذا هو التقييم مقبول وهذا يعطى في عليه مكافاه يعطى عليه جائزه جائزه الابداع دكتور ايوم ما تفضل ان يكون التقييم فعلا على هذه الشهاده التي يحملها الانسان او على ذلك الفكره الذي يحملها الابداع الابتكار التطوير في القسم هذه يعني وين مليون مليون دولار يقول <applause> يعني السؤال هذا سؤال يعني مش مش حلقاتنا الناس كلها تتكلم عنه هل هو الابداع الابتكار؟ يعني الناس تميل ان الابداع الابتكار مهم ولكن اذا صقل بالشهاده طبعا احنا حققنا الافضل، لكن الشهاده بنفسها ما تكفي، الابداع الابتكار ما يكفي، يجب ندمج الاثنين مع بعض، يجب الناس تتعلم يعني يعني حتى صاحب المهنه الان تغيرت الامور، اول كان النجار والحداد وصاحب مهنه وشغله ما تحتاج فكر كثير، الان ما موجوده مع يعني الناس تطورت التكنولوجيا تطورت فعلينا ان احنا يعني الابتكار والمهارات نصقلها بالتعليم عشان احنا نحقق اهدافنا. طيب خلينا نشوف مشاهدينا الكرام مع هذا الكاريكاتير من هو الموظف المثالي فعليا؟ خلينا نشوف الكاريكاتير. من هو الموظف المثالي؟ يقول لك اخوي راشد الكواري مسي علي بالخير يقول لك الموظف المثالي يقول لك يتناول فطوره في مكتبه يتصفح الجرائد اليوميه في الانترنت ثلاثه يدخل ماسنجر يمول هذا يشاهد بعض المقاطع على اليوتيوب يرتب مكتبه ويخرج وبهذا ينتهي يومه المفعم بالانتاج يقول لك عد هذا راشد موظف كادح يبدا دوام من الساعه السابعة صباحا يرجع البيت الساعه الثالثة مساء هذا يشير نقطة مهمه ابو ابراهيم وهي قضيه التقييم لما ياتي احيانا هو يقيم لك على حضورك وانصرافك لما يجي يحكم لك على البصمه هو لك انت ما شاء الله عليك من الساعه 7 الى الساعه 3 انت مداوم من الساعه 7 الى الساعه 2 انت مداوم لكن لما ترى فعلا الانتاج تجلى والله ما عندنا انتاج وقاعد مثل ما قال اخوي راشد يعني هو ينتقل لك من موقع الى موقع من صحيفه الى صحيفه ويمشي فيه اليوم صح صح هو شوف الكاركتير هذا صحيح ولكنه غير مطبق بشكل فعلي الان للاسف للاسف اللي خلى الاخ راشد يعمل هذا الكاركتير هو ما هو موجود حاليا هذا الشيء هو الموجود الان يقيم الموظف حسب البصمة إذا أنت مدوم من سبع إلى ثلاثة ومن سبع إلى ثنتين إذا أنت موظف مثالي وتستحق تق... وتستحق تقدير ممتاز على بغض النظر عن قاعد تسوي تقرأ الجرائد تعمل الإنترنت تتريق تأكل سندويشاتك اللي هي فهذا إحنا اللي نطالب فيه يا أخي أنا عندي موظف منتج ولو ساعتين أحسن من موظف ملزم ب... ب... بثمان أو سبع ساعات في العمل وهو غير منتج وللأسف التقييم حاليا يقوم على عدد ساعات وجوده في المكتب على يعني البصمه من سبعه الى ثنتين، لكن شنو انتاجه؟ مو مهم، يحط لك ممتاز على على هالشيء، على مجرد انت بالصمت ولا لا، لان لان بعض المسؤولين عندهم عقده النقص، ما يعرف يحاسب من اي ناحيه؟ ما يعرف يحاسب من؟ ما يعرف يحاسب موظفه الا اذا كان فعلا مداوم من السبعه 2 ولا لا، لان هو ما يعرف التخصص اللي قاعد الموظف يشتغل فيه، هل هذا الموظف ممكن يبدع ولا لا؟ المهم عندي انت دوامت ولا لا انا طليت في المكتب ما حصلتك وين رحت يا اخي رحت تكرم الحمام رحت مكان لا اذا انت نقصك في التقييم هذا للاسف اللي قاعد يطبق في التقييم عندنا يطبق بطريقه خاطئه ابو ابراهيم هو يشير الى نقطه مهمه جدا هل اليوم فعلا الذين يقوم بعمليه التقييم الوظيفي هل هم مدربين هل عندهم ثقافه كيف يقيم على ماذا يقيم الى ماذا يقيم هل تقام لهم دورة؟ لا. طبعا لا فيه. للاسف مش موجود، طبعا احنا في الأكا... في الجوانب الاكاديميه نعم، احنا في التقييم الاكاديمي م... هذا يعني... نعم هذا هل... يعني هل... ت... في شروط موجوده لو نعم. تطبق الانظمه الاكاديميه او الانظمه اللي تطبق في الصناعه على الـ على الـ على الكوادر الاداريه في نعم. مؤسساتنا ممكن ممكن تتغير لان في الصناعه وفي في الاكاديميه العمليه واضحه التقييم واضح والحقوق واضحه ومحفوظه ومستوى الجوده <applause> يعني احنا الاستاذ يقيم من مسؤوله ويقيم من الطلاب ويقيم ويقيم نفسه ويقيم من بحوثه ويقيم من تدريسه ويقيم من مشاركاته ومن انشطته ومن يعني مش... بو... طيب لماذا لا تعمل لهم دورات في في غير الاكاديميه لازم غير الأكاديمية. يجب ان تعمل دورات يجب يعني اح... مثل ما ذكرت في البداية نظام التقييم عندنا محتاج إعادة نظر شاملة هو حتى الورقة اللي نعبيها أنت تلاحظ أن حوالي 20 درجة من المية عن حضوره حضوره وانصرافه ويعني و... 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 التزامه ب... بالوقت يعني 20 تقريبا يعني ه... يعني هاي الدورات اللي اخذها وشغلات يعني بسيطه طيب أ... 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 جدا انت كيف كيف تقيم على حضور دورات وانت لم ترشحني لدوره؟ ولم ترشحني لدوره هذه النقطه اساسيه اذا لازم لو الوضع التقييمي يجاوب انا انا اطرح شيء. لك سؤال حقيقه طرحه وانا اتكلم مع احد الاخوه في موضوع التقييم الوظيفي قال يا اخي انا بيني وبين المسؤول في مشكله الله شخصيه عيني يعني عيني مشكله شخصيه لما جاءت مرحله التقييم وجدت يقول ان مقيمني في اسفل سافلين اكيد طبعا وساب شخص يقول متى نستطيع ان نرتقي بثقافه التقييم لا بس من يتظلم من حقه يتظلم لا لا في هذا ترى مضمون هذه العمليه لا يعني دكتور في انا في حقوق لا محفوظه للموظف يعني بس لنص لننصف يعني لا لا, يعني آه لنص يعني لا, لا هل ينظر الى هل ينظر يعني الى اعتراضه؟ احنا النظام عندنا ان احنا تشكل لجنه لجنه في الكليه لما يرفع الى نفسه رئيس القسم اللي هو يرفع لا لا يرفع عبد ل... بقول لك لا لا لا, لا اسمح لي اخوي احمد يرفع كم. للمسؤول <applause> اللي مثلا كالوزير للوكيل وزارة او رئيس الجامعه رئيس الكليه لمساعد لي... م... رئيس الأفشون العمليات وهنا هو يشكل اللجنه وهذه اللجنه ينظر فيها وينظر فيها وتقابل المسؤول وتقابل الشخص المتظلم وثم ترفع للرئيس او الوزير هو اللي اتخذ القرار النهائي لانه يكون يكون يضعهم في نفس المستوى الشاكي والمشتكى عليه في نفس المستوى الرئيس والمرؤوس لجنه التظلم دائما تكون من موظفين موالين للاداره هذه حاجه زين هذه حاجه الحاجة الثانية. الحاجه الثانيه الحاجه الثانيه لا لا الحاجه الثانيه لو انت تظلمت على مديرك او مسؤولك بيتعادلك اكثر بيتعادلك اكثر يعني فتعال حصلت انت جيد فتعال الموظف من القسم هذا الى قسم اخر يعني عشان اريح عشان نسوي هاي المشكله اذا حتى التظلم يجب ان تكون من اداره خارج الاداره ومن جهه طيب. محايده اذا كان في تظلم مشاهدينا الكرام نتكلم اكثر في قضيه مراقبه التقييم وهل هناك سلطه رابعه على التقييم او لا لكن بعد الفاصل كونوا معنا اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام الى اخر فواصل اخر فواصل تواصل برنامج تواصل الذي يسعد بمقابلتكم على الهواء مباشرة مع ضيوفنا على نحن كنا نتكلم قبل قليل عن قضية مراقبة التقييم والشفافية في التقييم أبو إبراهيم توقفنا عندك تفضل هل فعلا إذا تمت قيام إعداد لجنة واللجنة هذه نظرت في هذه القضية المرفوعة هل يتم فصل فيها فعلا؟ ك كلجنة عن أي قضية؟ عن التقييم التظلم في التقييم بالنسبة للتظلم أنا أقول لك يعني هناك البعض ينصف اوكي ولكن تبقى المشكله الاساسيه المسؤول عليك بتعادلك لان انت تظلمت عنده والموظف اللي بعد ما يتظلم يمكن سنه و سنتين ويقدم استقالته ويروح يشتغل شغله ثانيه وحاصله موجوده يعني إيه. كثير من الوزارات او الادارات فيه موظفين متظلمين عداواتهم ظلت مع المدراء والمسؤولين يا انهم اخذوا تقدير اقل في السنه اللي بعدها او انهم تركوا العمل يعني هاي هاي بشكل واضح وجود سلطه رابعه سمعت كلمه سلطه إيه. رابعه يعني السلطه رابعه معروفه انها هي الصحافه ولا تقصد فيها سلطه رابعه حد ثاني انت لا 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 صحافه معروفه يعني يعني, يعني, يعني ما هو دور الإعلام, هو الاعلام, يعني من اهم البنود الموجوده اليوم في تقييم الشفافيه طبعا هناك شفافيه واضحه السلطه الرابعه طبعا يعني في قطر الحمد لله احنا يعني لنا عندنا حريه ولو نسبيه ولكن الحمد لله يعني عندنا هذه الحريه اللي احنا نقدر نطلع وين مكان الفساد <applause> ونشره والصحافه الاستقصائيه في قطر الحمد لله دكتور هذا في في سؤال حقيقه ينبغي ان ينظر وهو يقول لماذا لا يحاسب المدير على سوء تقييم الموظفين والمعايير التي يبني عليها تقييمه ثم يقول فالواسطه سيده الموقف واللي مش عاجبه يتطلب انا قلت لك قضيه التقييم والتظلم موجوده المشرع وضع هذا اللي صاير في بعض هل يحدث هل يحدث انصاف يعني هي كله امور شخصيه كله يعني في النهايه انسان يقيم انسان في قضايا انسانيه كثيره وذكرته انت قضية الزعل وقضيه الخلاف وهذا تحدث لكن الانسان يجب انه يراعي الله ثم يرعي ضميره في في, في, في اتخاذ هذه القرارات يجب أن ما, <applause> ما ما تكون فيه ما يكون فيها اي نوع من يعني تدخل الامور الشخصيه لا نشخصن هذه العمليه، هذه عمليه يجب تكون واضحه وما وفي شفافيه وفيها وفي حق حق الناس حقوق هذه حقوق الناس لا يجوز إن, ان تضرب الناس يعني في 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 وهذه مورد رزقه يعني لا يجوز ان احنا يعني حتى النسبه ال1% اللي بتاخذ لو نزل من جيد جدا الى جيد او من جيد ممتاز الى جيد انت انت ظلمت انت فبالتالي يجب ان احنا نراعي الله ونراعي ضميرنا ونلتزم بالقواعد والانظمه ونطبق على الجميع لأن المشكلة ويجب الواحد ما يتحسس لأن المشكلة ما الذي يحصل المشكله احيانا لما رئيس قسم يظلم موظف معين ويتكون بينه وبين من هو أعلى منه محبة أو قربة أو شيء من هذا القبيل ومباشرة يتجه إليه ويوقع الورقة ويغير التقييم ثم يمضي مرة ثانية من غير الرجوع إلى المسؤول المباشر مع أنه هو من من فعلا يستطيع أن يحكم على هذا الموظف فهو قادر يا عدد بس عدد. من ذكرت لك الموظف من حق أن يتظلم والمؤسسة يجب أن تحمي الموظف الموظف هو هو الاساس بناء هذه المؤسسه، المؤسسه بدون موظفين لا يمكن تسير، واذا في حدث ظلم اذا 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 حصل في خلل، يجب ان يكون يعني الرئيس والمرؤوس يكونون سواسيه في هذه القضيه. آه عبد الله بقول لك المؤسسه ما قاعد تحمي الموظف المتظلم، مثل ما قال الدكتور المؤسسه يجب ان تحمي لكن ما قاعد تحمي المتظلم، وكثير من الاخطاء تحصل حتى في لجنه الظلم، انا واحد من الناس اللي تظلمت وبعدين قالوا والله نسينا ما حطينا يعني حي... ما حطينا ورقتك موقع. من ضمن التظلم، نسينا راحت م... م... حل... عليك بس خلاص من من رفيجك هذا اللجنه السنة حاولت حابل... اقابل المسؤول الاعلى م... قالوا لي والله مفاضي مشغول 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 لين خلصت السنه ولحد الحين ما قدرت اقابله طيب هل يستطيع يعني... ان يستعين بالاعلام مثلا اليوم سواء كان بالصحافه او بالاعلام المشاهد او بالاعلام المسموع؟ انا انا اقول لك يعني للاسف ان احنا ما زلنا نحتاج الى تعديل سياسه التقييم هذه هذا لازم نفهمه ونفرح طيب معه. اتفقنا على هذه القضيه الان قضيه التظلم الا يكفل الاعلام حق هذا الانسان بقضيه انه والله يشتكي عليه او انه يبدا يصعد اعلاميا الاعلام قاعد ينقل نبض الشارع وقاعد الصحافه قاعد تكشف هذه الامور والاذاعه والتلفزيون كذلك ولكن يعني الصحافه يمكن بشكل اكبر موجوده حاليا في قطر تكشف مثل هذه الامور وتنهج يعني منهج الشفافيه ويعني الحمد لله بعض المسؤولين ياخذون بالقرارات وينفذونها فيعني الاعلام دوره لحد الحين انا شايف في قطر متميز. طيب خلينا احنا مشاهدينا الكرام ننظر الى القرار الاميري رقم 6 لعام 2015 باعاده تنظيم هيئه الرقابه الاداريه والشفافيه في مادته الخامسه. في مادة الخامسه يقول تهدف الهيئه الى المساهمه في تحقيق اعلى مؤشرات النزاهه والشفافيه في مجال الوظيفه العامه. اثنين تعميم المعارف المتعلقه بتكريس النزاهه والشفافيه وتيسير اطلاع الافراد عليها، ايضا توفير قنوات اتصال مباشره مع الجمهور وتلقي اقتراحاتهم وشكواهم، ايضا وضع البرامج التثقيفيه والتدريبيه لتوعيه موظفي الدولة وخاصة موظفي المؤسسات المالية أيضا هناك بحث ودراسة ما تنشرها أو له وصحافة وغيرها من وسائل الإعلام شكاوى أو تحقيقات تتناول نواحي الإهمال أو القصور أو سوء الإدارة أو الاستغلال دكتور هذا موجود الآن جميل وهذا قرار حقيقة يدفع بالقاف إلى الأمام يعني لأن نحتاج بفعلا إلى كما يقال أن يظهر هذا على الأرض, على الأرض جميل يعني هذا تعزيز اللي لقضية اللي تكلمنا عنها أن يجب أن يكون شخص يأخذ حقه لكن قبل الشفافية وجود وزارة التنمية الإدارية كذلك هذا هذا يعني هذه وزارة مهمة وانشئت لخدمة الموظف سليم. و فهذه الوزارة كذلك عليها مهام يعني يجب أن هي وأتوقع أنها في المستقبل القريب ستقوم بمهام كثيرة لتعزيز الوظيفة لتعزيز الوظيفة العامة وتحفظ حقوق الموظف وهذه اذا تمت يعني ستكون تنعكس ايجابا على المؤسسات الحكوميه. طيب مم. مشاهدنا الكرام خلينا نشاهد هذا الكاريكاتير اعطوني الكاريكاتير الاخير واريد الحكم الفعلي هل هذا موجود عندنا او لا اعطوني الكاريكاتير الاخير ويتكلم عن صوره الموظف القطري صوره الموظف القطري فعليا يقول لك هي مختلفه تماما عما ينشر. في الصحف وما ينشر في الاعلام من ناحيه الموظف القطري موظف كسول لا يعمل هو غير مبالي ليست عنده الامكانيه، لكن في الفعل في ارض الواقع له مختلف تماما. انه يعمل يعني. هو يعمل ويجد ويجتهد وعنده الموهبه وعنده الثقه وعنده الامكانيه انه ينتج. شوف الموظف القطري ولله الحمد يعمل وبكل كفاءه وبكل اخلاص <applause> ولكن من يروج لان الموظف لا يعمل الموظف القطري لا يعمل هم غير قطريين للاسف. هم يروجون لان هذا الموظف لا يعمل ببراهيم ابراهيم يعني احنا ليش دائما نقول ان في ناس يتقصدوننا او يتهجمون علينا او ما يبونا نطلع اي في ناس يتهجمون فعلا, في ناس يهجمون علينا ويقصدوننا واحنا مستهدفين من بعض الناس لكن يعني اذا كان 20 او 30% سلبيين نحطهم على كل القطريين ليش في قطريين بعدين يا أخي أنت حاسب الموظف القطري هذا الموظف القطري هذا لا إذا ما كان يعمل بشكل صحيح حاسبه أخصم. لأن إبراهيم ليس هو الوحيد الغير القطري الذي يتح... يتحدث ربما يكون قطري مسؤول أو مدير مباشر تتكلم. نقول نقول لك يعني بعض المسؤولين عندهم عقدة بأنه لا يثق بالقطري فدائما دائما يجيب له موظفين حواليه ويكون من حاشيته غير قطريين للأسف يعني م. هذا تحصل ولكن الموظف القطري دائما يعني الغالبيه منه مبدع ومخلص الان بعد انتهى عصر انه والله هذا ما قاعد يشتغل وهذا حاسبه وين وين حسابك؟ شنو اللجنه اللي حطيت عليه عشان تحاسب انه هو كان يعمل صح ولا لا؟ من حقك تحاسبه مثل ما تحاسب غير القطري، ولكن دائما صوره الغير القطري بارزه في الاعلام انه هو ما يعمل من يروجها؟ هذا هو في موظفين سؤال. مخلصين يا اخي. هذا هو السؤال، ما هي الفائده دكتور؟ من ترويج مثل هذه يعني حتى اصبحت اليوم عنده للاسف حتى بين صفوف الطلاب المدارس وطالبات المدارس عندهم هذه القاعده الموجوده ان الموظف القطري لا يعمل يعني للاسف شد وصل حتى في صفوف ما هي طبعا يعني غير صحيح يعني اتفق مع اخوي احمد ما غير صحيح يعني الحمد لله حنعمل نعمل وننتج والكل يجتهد والموظف في المؤسسه لا يعني يجب ان ما ننظر لانه قطر وغير قطري، هذه المؤسسه تقوم على الكفاءات الموجودة فيها من مسؤول وموظف كان قطر وغير قطري عليهم انهم عليهم عندهم مهام معينه يجب انجازها إن كان قطري ولا غير قطري عليهم تكافليا انهم ينجزون محاسبه الجميع وينجزون المهم المطلوبه منهم، ف... ف وبعدين موظف القطر اللي ما يعمل يجب ن... نستدعيه ونفهم ون... من ليش ما يعمل ونطوره ونحسنه ويعني يعني انا ما اعمل اذا حب وجدت إن... ان المؤسسه ما تهتم فيني إذي. اذا اذا وجدت ان انا حضرت وما حضرت مش مهم لكن اللي تعني اللي تعنى فيني وتدربني وتطورني وتعطيني مهام وت... وتتوقع مني انتاج اكيد اكيد, أكيد طيب هناك انت... هناك مدراء غيورين ورؤساء م... م... يهتمون حقيقه بالموظف كيف نستطيع ان يغير صوره التقييم عند بين الموظفين؟ شلون يغير الصوره هذه الموجوده الصوره النمطيه اللي والله التقييم غير مجدي، التقييم لا ينفع، التقييم لا يساهم في بنائه، شلون يغير هذا المدير هذا التصور؟ اذا كان والله التقييم هو هو ما تغير. انا اقول ان عليه انه ينتج يعني ان يعني برجع مره ثانيه إن يعني الان عندي المهمه اول شيء يكون في الوصف الوظيفي يكون واضح لهذه المهمه للوظيفه ذي الشخص يقوم بها خير قيام التطوير يجب ان يكون مستمر التحسين والجوده وتحسين جوده العمل يكون يكون ديدا المؤسسه هذه البحث عن التميز يجب يعني عاده للاسف ان احنا تحصل حتى القياده تخلي الاخرين ما يهتمون يعني قيادة المؤسسة روتينية. إذا كيف أنا أطور نفسي؟ إذا وجدت أن المسؤول ما يطور نفسه، ما يح... ما يضيف جديد، لكن إذا إذا وجدنا أن القائد هو متحمس وشمر سع... سعدي ويشتغل ويشمر عن ساعديه ويشتغل ويطل على ذي ويمشي مع هذا ويتكلم و... و... مع هذا ويشتغل مع الكبير ومع الصغير، الكل بيش... بيشتغل، ما يمكن، ما يمكن إذا المؤسسة كلها خلية نحل و... نحلة قاعدة ما... ما تشتغل كسلانة، يعني مش ممكن. إذا إذا المجموعة تشتغل لازم الكل يشتغل، يعني الكسول بينسحب اوتوماتيكلي بينسحب، لكن إذا المؤسسة ميتة، المؤسسة تحس فيها خمول، أنا يعني حتى حتى المتميز أول ما يخاف بعد فترة تحصل صار أخوة. ركد صار راكد يعني علينا احنا نطور القيادات، علينا نهتم بالقياده، وبالتالي اظن كثير من المؤسسات في قطر هنا تهتم بالقيادات الان، دورات القياده، برامج القياده، جميل. معاهد القياده مهمه، كل ما كان كل ما طورنا وكوننا القيادات التروبز او الفريق العمل او بيمشي في نفسه. هناك فعلا دراسه طلعت عليها قبل فتره يقول لك ان كلما زاد احساس العاملين بفاعليه نظام تقويم الاداء المطبق في المنظمه زاد مستوى الاداء الوظيفي. يقول لك وهذا امر منطقي حيث ان نظام تقويم الاداء الذي يتسم بالفاعليه يساهم في كشف اوجه القوه والضعف في اداء الفرد. اليوم لما انت تشاهد التقييم <applause> الوارد التقييم الموجود ويدعو الانسان الموظف الذي يجتهد والذي يعمل بمساواته بالموظف الاخر. بحسب <applause> سواء كان مصلحه او الى اخره. طيب الان رسالتك انت الى هذا الموظف كيف يستطيع فعلا ان بعضهم يصاب بشيء من الكسل احباط <applause> <applause> خلاص احباط انا يقول لك يا اخي انا قاعد اشتغل لكني في المقابل انا تقييمي كتقييم الشخص الثاني الذي لا يعرف لا يقيم بشكل صحيح لان الاساس التقييم الخاطئ والبنود المحطوطه في التقييم غير صحيحه وغير منطقيه اغلبها طيب. طبعا هذا احنا اتفقنا دور دور الموظف الان الموظف يجب انه يشتغل باحسان وباخلاص مثل ما الله كتب لأنه انه لازم يشتغل زين ويكون صادق في عمله ويؤدي بعمله على احسن وجه وبعدين يترك الامور كلها الباقي عند الله سبحانه وتعالى <applause> فهذا هو التقييم الصحيح انه يعني يتخذ الله سبحانه وتعالى في اساس عمله فاذا هو اخلص في عمله ويرجو مرضات الله سبحانه وتعالى هو راح ينجح في عمله وبعدين يترك لاي بشر قيمة حسب ما يريد طيب هل المؤسسات اليوم تتعاون مع وزاره الماليه في في قضيه التغيير التقييم او شيء من هذا القبيل؟ هل هناك فعلا مؤسسات قدمت يا جماعه ترى تقييمكم يحتاج في هذا البند الى تغيير يحتاج، هل فعلا هذا موجود؟ المشكله احنا يعني داني اقول لك بصراحه نلقي اللوم نلقي اللوم، لكن هل في مبادرات من المؤسسات او الجهات الحكوميه في قضيه ضروره تغيير التقييم؟ طبعا في مبادرات يعني في مؤسسات التعليم عندنا مثلا في الجامعة أو في الجامعه وفي الكليات الكلية عندنا يعني نظام تقييم مختلف عن التقييم اللي يطبق في الوزارات نحن لان احنا ونطور باستمرار يعني يعني سنويا نطور التقييم عندنا على اساس انه يواكب التطور في في العمليه التعليميه ولكن يعني احنا لما ننظر للمؤسسات الاخرى نجد ان احنا اللي تفضلت من بدايه الحلقه حتى الان ان مؤسسات الدوله جلها واكبرها واعظمها تعاني من هذا من هذا التقييم، على عليهم ان يجتمعون خصوصا مسؤولين الموارد البشريه ومسؤولين ادارات العمليات في هذه المؤسسات مع وزاره التنميه. الاداريه لتطوير انظمه التقييم يعني في وزاره التنميه الاداريه دلوقتي. يعني كثر الخيرهم انا لاحظت مع الدكتور عيسى وزير التنميه دائما متعاون وصراحة انا تكلمت معاه في الموضوع اكثر من مره فالدكتور عيسى يبذل جهود كثيره فانه هو يعني يحاول يطور من هذا الامر سواء بالتقييم او اي امور اداريه تنمويه بخصوص الوزارات ولكن للاسف يعني احنا عندنا مشكله ثانيه يعني قانون الموارد البشريه اللي يحتم عليك ان انت تتخذ مثل هذا التقييم او غيره لحد الحين متعطل مهم. يعني صار له سنتين لحد الحين قانون الموارد البشريه بالنسبه لدوله قطر ما طلع والناس تنتظر قانون التقاعد والى المرتبط كله بقانون الموارد البشريه نعم سأل. يجب ان احنا نطلع هذه الامور وبيطلع بتنجح الشغلات الثانيه التابعه له طيب هو هو في أختنا واضحة ناصر تقول تسال سؤال يقول هناك تدخلات مشروعه واخرى غير مشروعه، ثم تقول لماذا يقيم الموظف سنويا دون رفع معايير جوده بيئه العمل وتحسينها؟ يقول انتم لماذا تلقون اللوم دائما على الموظف 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 طيب بيئه العمل هي لا تحفز اصلا العمل. قلنا احنا الكلام اللي تكلمنا فيه تحفيز لماذا لا يقيم يقيم الموظف؟ بالاضافه الى وجود بيئه العمل والحكم على بيئه العمل، هل بيئه العمل مناسبه او غير مناسبه؟ طبعا احنا احنا في النهايه الموظف من حق انه اذا وجد بيئه العمل غير مناسبه انه ينتقل لبيئه عمل اخرى وابغى ابغى اتكلم عن النقطه دي ان احنا عندنا في قطر هنا حركه كبيره من قبل الشباب من الموظفين للتنقل من وزاره الى وزاره وهذا شيء مش مريح مش مش جيد يعني الحركه دي مو بزينه انت اليوم تكلمت في بدايه الحلقه تكلمنا عنه كثير من المؤسسات تستقطب قطريين لكن ما ما سالنا سؤال كم, كم يستمر الموضوع كم في قطر؟ يستمر وكم نخسر انا انا اتابع الشركات والمؤسسات في قطر عمليه تقطير عدد كبير من المؤسسات تخسر اكبر من اللي تستقطب سنويا ليش لان البيئه العمل بيئه طارده سبب اول شيء مثل ما أقول هذا السبب الرئيسي اسباب اخرى سبب يعني الرواتب بعد ترى اختلاف الرواتب البيئه نفسها غير محفزه، الاداره غير مهتمه بالموظفين هذا السبب الثاني نعم والشباب كمان ما زالوا يبحثون عن المكان الانسب وهو المكان الانسب على علامه استفهام هل هو الانسب لطموحاتهم؟ الانسب اريح لهم ماليا الانسب لهم ماليا فبالتالي واحنا واحنا نستثمر كثير في المؤسسات التعليم الان ان احنا نجيب ونطور وندرب شباب وفجاه يلقى وظيفه اخرى وتركنا وهذه فيها خطوره شكرا شكر لك دكتور ابراهيم صالح نعيمي رئيس كليه المجتمع في قطر المهندس احمد طول. ابراهيم كلمه اخيره والله يا يخ... اخي اذا كنا نتكلم في الموضوع هذا فنرجو يعني كذلك ما نخلي الموظف يتنقل من وزاره لوزاره نوحد الرواتب في كل الوزارات والمؤسسات ليش مثلا الاشغال ياخذون أ... عن اكثر من وزاره اخرى فخلي الرواتب موحده في جميع الوزارات بشكل مناسب للجميع رسالة للمقيمين المقيمين, المقيمين اتقوا الله ثم اتقوا الله ثم اتقوا الله يكفي الواسطة والمحسوبية شكرا لكم مشاهدينا الكرام وشكرا لضيوفنا وشكرا أيضا لمرسال الذي يغطي هذه الحلقة عبر تويتر وشكرا لكم أنتم نراكم على خير سلام الله عليكم ورحمته وبركاته I'm